ميسي 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 خطيرة 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 ميسي يا وحش يا ميسي يا كبير. مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم. ميسي حارس مرمى، ميسي الأيكون اللي طاقاته 101، راح يلعب حارس مرمى بطاقات 40 وراح يفوز بالأونلاين. التحدي الكبير إنه يفوز بالأونلاين. اضغطوا على زر لايك لحتى نوصل ل 10,000 50,000 مليون لايك. هيا بنا، متحمس جدا للتحدي، ولكن في عنا باكجات كثيرة بدي أفتح لكم إياها قبل ما نبلش. وفي باكج ليجندز وفي هدايا كثير عطتنا ياها بيس، فراح بلش بالباكج الاول ونشوف شو راح يطلعنا. راح نفتحهم هيك على السريع ونروح لتحدي ميسي حارس مرمى. فاذا الباكج الاول طلعنا منه كره ذهبيه، الباكج الثاني طبعا ديبالا هديه، فراح افتحه للباكج مع انه بنعرف شو في جواته. فان ديبالا هديه من بيس، شكرا بيس واهلا وسهلا فيك الى الفريق. بواتينج كمان هديه من لعبه بيس، بواتينج اهلا وسهلا فيك سي بي 88. في عنا هدول اللاعبين كمان هدايا سلس، وفي لاعب ثاني ليجندز ولكن طاقاتهم مو كثير صراحه. هذا هو اللاعب الاول AMF انجليزي ولكن عمره 28 سنه وطاقاته مو كثير. رحنا اللاعب الثاني هو سلس، اذا سلس سي اف 84، ما بعرف شو بدي اسوي فيه صراحه، ولكن اهلا وسهلا فيك للفريق. في عنا سيلفر وجولدن، ولكن انا راح افتح لكم هلا الليجندز اللي فيه راح يطلع فيه لاعب قوي ممكن جدا. فباكج الليجندز المعتاد، هيا بنا للاعب كبير الى الفريق. يا رب يطلع لنا لاعب هلا نقدر نعوض في ميسي على اليمين، فان شاء الله تجي مفاجاه، ان شاء الله تجي مفاجاه، هيك لاعب يكون خارق حارق مدمر. بيكهام ممكن، ممكن بيكهام، ممكن بيكهام، يا رب بيكهام، يا رب بيكهام، يا رب بيكهام، يا رب بيكهام، 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 بيكهام. 87 لا كان بدي النسخه الثانيه، ولكن اهلا وسهلا فيك الى الفريق يا بيكهام. اذا خلينا نشوف تفاصيل اللاعب، والله ما كنت متوقع صراحه، انا قلت بفتحهم معكم للباكيجات، ولكن ممتاز. التمريرات المرتفعه 99، انحناء والركل من الثبات 99، وفي كثير شغلات حلوه، السرعه شوي، ولكن بيكهام يا جماعه بيكهام. بما انه الحظ حلو خليني اجرب الجولدن بول. اذا الجولدن بول طلع لنا منه يوسف عطال، الله اكبر، الحظ اليوم انفجر يا جماعه. نشوف قديش سرعته ببيس ليوسف، سرعته 90 والتسارع 90، يا الله والله بيتطور ل 36، راح طوره. الار بي عندي سيرج روبرتو، فعطال اهلا وسهلا فيك، اليوم حظي خرافي، فهل سنفوز بميسي حارس مرمى؟ نكمل بالحظ. سيلفر بول، سيلفر بول، تخيلوا يطلع لنا كره سوداء من السيلفر بول. هاي اوه جرينوود يا جماعة بيطلعوا لي اللاعبين المميزين جدا من سيلفر، تخيلوا راح طور في جرين وود لعندي. وجرين وود الكرت الخارق اللي عندي بتطور لل 50، هلا حاليا طاقته 88، راح احاول طور فيه بالكرت الجديد. فاذا جرين وود ال 88 لوين راح يمشي لنشوف. اوه اذا صار 90 بجرين وود اللي طلع لي قبل شوي، حلو حلو حلو، صار ار دبليو اف، هلا ممكن نلعبه مكان ميسي. اذا في تحدي عندنا هون ممكن ناخذ منه بلاك بول، فراح بلش فيه حاول اتحدى فيه بميسي حارس المرمى مثل ما شايفين. وراح نلعب بهي التشكيله مبابي رونالدو فاتي، ولكن الاسهم ما بعرف كيف راح تكون، جبت بيكهام لحتى نجربه، وراح نحاول اذا اجتنا ضربه حره نسجلها بميسي. ايضا الخصم الاول ضد ليونيل ميسي حارس المرمى الايكونيك، والاسهم فاوبوبوبو كله نزلان، كله نزلان صراحه. حابب اجرب جرينوود فحطيته على اليمين وخليت سون على اليسار، ومخلي رونالدينيو للشوط الثاني لانه لسه ما طورته، ما عندي اي ام اف مركزه الاساسي. ايضا حارس المرمى ليونيل ميسي ماذا سيفعل امام الخصم اللي مثل ما شايفين تشكيلته ناري، ميسي رونالدو صلاح كرويف بيكهام. كل ثقتنا بليونيل ميسي انه ما يخزلنا بالحراسه، اذا لباس البارسا القديم. نعم اصدقائي، اذا ميسي الايكونيك حارس مرمى لفريق 88 كما ترون بالاونلاين، فهل سنستطيع الفوز بليو؟ الاولى خطيره جدا عن طريق سيرجي روبرتو، روبرتو 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 روبرتو، جول 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 يا الجول. لا يا حكم، لا يا حكم، تسلل. اذا بيكهام 87، يا سلام شكله حلو صراحه بالملعب، وشكله راح يخدمنا، شكله راح ياخذ مكانه الاساسي، عجبتني حركته رشيقه اماميه جميله وخطيره للبارسا. ونيدفيد الاول، يا سلام يا سلام يا سلام. جرينوود اذا اللي سجل، جرينوود اللي لعبناه مكان ميسي، لكن يا خوفي من الحارس. احمو العرضيه، يلا يا ميسي، رونالدو ميسي، لا حلو الدفاع رائع، ولا هجمه على مرمانا. بالتشكيل الناريه نحاول رونالدو، هاتها ضربه حره، راح نجيب ميسي الحارس هلا ونحاول نسجل فيه ضربه حره. اذا ميسي لحاله اجى بدون ما اجيبه، فهيا بنا لنسجل من بعيد. يا ميسي يا ليونيل، ليو ليو ليو، حرك الحارس، ارجع 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 لقولك، ارجع لقولك يا ميسي،
ارجع يا ميسي. رجع ميسي سريع ميسي يعني سريع حارس سريع. فحاليا راح يحاول يشوط من بعيد. برافو يا سلام يا الله يا ليونيل. فإذا نحن بالذهاب لفوز تاريخي أسطوري 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 أسطوري. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 2-0 بليو ميسي الحارس. إذا عمل خطة هجومية لأنه شاف ميسي حارس وشاف حاله متبهدل. وحلاوته نحن راح نلعب على المرتدات الأمامية. رونالدو وخطيرة ميسي. لا يا ميسي يا أخي نط يا حلو نط. جول الثالث صار رونالدو ولا لا خطيرة. رونالدو زشاط جول وميسي ليونيل ميسي حارس المستقبل. الله فرصة للثالث. روح يا سون ثقتي كبيرة بك يا سون. وسون يلعب هارضية وجرينوود يا الله يا جرينوود. شو رونالدو السلم راحت الكرة خطيرة ميسي. يا وحش يا ميسي يا كبير من أمام رونالدو ليو. لا بيكهام رونالدو. يا ميسي لأويك. هدف إذن هدف التعادل تاني. السون رونالدو ولا يا سلام جرينوود. مر يا جرين يا وحش يا جرين. وهاتها ضربة حرة ميسي لان الحارس. هل يسجل الرجلة الحرة؟ يا الله جرينوود يسبب ركلة حرة خطيرة جدا. ممكن أن تكون ميسي يا حرام يا ميسي. كاد أن يسجل حارس المرمى. إذن بميسي حارس المرمى طلعنا من الشوط الأول متعادلين 2-2. نتيجة إيجابية بكل المعايير على تنفيذ الركلة الحرة. يا سلام يا ميسي حتى في هذه الكرة يصنع رونالدو. عاد ديفيد بيكهام ليدفيد. يا سلام وما زالت. يا الله فالفيردي مرة تانية. فالفيردي يا سلام. سون وضربة حرة ضربة حرة عطينا الضربة الحرة. وسون يا الله كاد أن يكون هدف عالمي من سون. مرة تانية سون. يا سلام يا أمافي. واحد على واحد. الله ما في تسلل عرضية وبالرأس. جول يا أخي ليش هيك حظي أنا بالأونلاين؟ كل مباراة لازم نروح عرضتين أو ثلاثة أو قوائم أو كل شيء يعني. اختفى يا سون خطفها سون فوق الحارس. الله أكبر عالمي والله عالمي يا سون كما ينبغي. وضعها 3-2 بميسي الحارس. نتفوق بميسي الايكونيك نفوز. اطلع يا ميسي. يا سلام الان عطي واحدة ادخل للامام. يا سلام ميسي يا سلام. الكابيتانو يلعبها للامام. كريستيانو نيدفيد. الله اكبر. فالفيردي بيكهام الله يا جرينوود للأمام. سيرجي روبرتو مرة من روبرتو بالرأس. نعطي دروس كرة قدم بحارس ميسي. ميسي يا الله لا كيف نرجع هلا. لازم نعمل أي فاول يا جماعة. الحمد لله ارجع يا ميسي. ليو الله يا ليو. الآن الحارس الكبير استفزاز ما بعد استفزاز. يا سلام يا ليو الأمامية. كريستيانو رونالدو يلعبها لجرينوود. وراح رونالدو وشوف المرور ما لحقنا. أعطينا ضربة حرة. والله ما لحقت كبست المهارة بس ما لحق. راح سون مع وان بيساكا. وسون وان بيساكا. يا سلام يا سون وحالة وقت الاحتفال ما خلاني احتفل. ما لحقت يا رجل يا كبير انت يا سون. 4-2 بميسي حراسة المرمى بفريق كله ايكونيك. ارجع راموس. ميسي يا حكم حتى هذه خرجت. برافو حلو حلو. بنرجع لميسي بما انه ضمننا النتيجه مره تانية. الله يا ليو ميسي ماذا تفعل يا ميسي؟ اخر دقائق. نعطي كوره للحارس الفنان عازف الالحان ميسي. يمر من رونالدو. ميسي وميسي عليكم. ابتعد عني يا ميسي. من نص الملعب تجيب جول هيك بهذا الشكل. ميسي وراحت. بابا 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 بابا
احتفل احتفل خلص حان وقت الاحتفال. ليش ما عم يخلوني احتفل يا اخي؟ والله انا ما احتفلت. شوف ميسي وشوف العارس وشوف رونالدو وجول جول 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 جول. مباراة للتاريخ يا جماعة. رونالدو يريد التسديد. شوت كرمال الله. شوف ميسي لايك هوريك يتألق في حراسة المرمى. اذا 5-2 بميسي حارس المرمى، ولكن ان شاء الله بالمباراة القادمة راح نجيب جول بليو ميسي. اذا تقييم حارسنا 4.5، ما بعرف ليش يعني بالعكس والله اللاعب يعني لعب منيح ولكن حلو. لكن التشكيل اللي ضدنا صراحة خارقة متفجرة. صلاح وماني، ميسي، بيكهام، ريكارد، كيميتش، وسيرجيو راموس، وبويول، وكيمبيمبي، وديفيز. حلعب بهاي التشكيلة، رح خلي غرينوود ومبابي أساسيين لأن سهمهم أعلى من فاتي. رح نزل فاتي بالشوط الثاني ورح أعتمد على بوجبا وفالفيردي بوسط الميدان وميسي بحراسة المرمى الحارس الكبير بمواجهة أوليفر كان. إذن المباراة الثانية على التوالي لليو ميسي الذي يلعب بكل مكان، هذه المرة في حراسة المرمى، لكن في هذه المباراة سنفوز وأيضا سنسجل من ركلة حرة بإذن الله. هيا بنا. ميسي في أول استلام لصناعة هدف أول. يا سلام يا ليو، ماذا حدث لك يا ليو؟ فالفيردي، رونالدو، راح رونالدو أمام المرمى، رونالدو الأولى ضاعت. تروح يا غرينوود، وماذا تنتظر يا غرينوود؟ غرينوود، كريستيانو اللي غرينوود سريع جدا أمام المرمى. غرين يلعب عرضية. وين العرضية يا غرين؟ ورونالدو مرة ثانية. سيرجي روبرتو العبها لجرينوود، السريع امام المرمى. جرين العب عرضية بشكل جميل وراحت، ورونالدو لا يوجد حظ كالعادة، نضيع الفرص. ماذا هناك؟ تسلل بوجبا. يا سلام، تبادل كرات رائع، تيكي تاكا جميلة. امبابي ومافي ومبابي، ويا سلام على جملة. كالعادة سيطرة وفرص، ثلاثة على المرمى صدهم الحارس، ولكن هو تسديد وحده وخارج المرمى. فهيا بنا للشوط الثاني لنحسم المباراه. ماني يحاول ماني، عرضيه ميسي مشيت على راسي يا جماعه، قسما بالله الشيء اللي صار مو طبيعي. ما في حظ يعني، حتى مو لانه ميسي. خليها بالاعاده، خليها اتفرج على الجول اللي انت سجلته يا اخي. الله، الأول التعادل. مبابي، جول. بوجبا يا لعيب. كريستيانو رونالدو ضاعت، عادت. يلا ضربة حرة، هاي هي ضربة حرة. مر فالفيردي، ضربة حرة يا حكم، أعطيني إياها يا حكم. حلو، ميسي تعال ميسي. ميسي ليونيل على زاوية الحارس، هل يسجل ميسي؟ بعيدة يا أخي، بعيدة. غرينوود خطفها، عرضية. يا سلام، كريستيانو، مبابي، وغرينوود. يا أخي الحظ. إذا ثلاث تبديلات، نزلت ثلاث لاعبين، فاتي وسون وديفيد بيكهام. إن شاء الله غيروا التشكيل الأفضل، وهو عمل خطة هجومية شكله. ولكن لدينا ميسي بعده هيك. نعم ميسي، هاك كريستيانو رونالدو. سيرجي روبرتو يلعبها لسون، سون يسلم بالكعب. يا لعيب سيرجي مرة أخرى، كريستيانو، يا لها من نقلات. كرة قدم حديثة، كلها في الكعب. والآن الضربة الحرة ستأتي، لم يعطينا الحكم. عادة سون الناحية اليمنى، سيرجي، والله لا ضاعت ورجعت. يلا وزالت مز... لا خطيرة. ميسي خسرتنا يا ميسي، مد ايدك يا ميسي. روبرتو لم تصل لرونالدو، عادت ممكن والركية المرتدة. ميسي يصنع هجميل وبالراس، راحت، اعطيها لميسي. حارس المرمى ممكن ان يسجل. ميسي وليو فوق المرمى يا ميسي. امام في واحدة، اثنين، ثلاثة، داخل منطقة الجزاء. سون ما في حظ يا سون، خسرنا ولكن بشرف، خسرنا وضيعنا فرص كثير صراحة. الاحصائيات كالعادة شيء مدمر. سيطرة 55، 11، 6 على المرمى، 4-2 على الجول، جاب جولين ولكن بسبب قوة حارسنا طبعا. اتوقع هذا هو الجول اللي ايوه هاي هي. يا سلام صراحة شيء غريب عجيب، كيف وقفت على راس ميسي؟ انا ما عم بعرف. شوفوا هون سددها ميسي العادي، رجعت لميسي، وقفت على راسه عم تمشي على راسه يعني. اذا ولهون بتكون خلصت حلقة اليوم. اذا بدكم هاي السلسلة تتكمل، اكتبوا لي مين بدكم حارس مرمى بالحلقة القادمة، وهل عجبتكم السلسلة اضغطوا على زر لايك لحتى نوصل هاي الحلقة 10,000 لايك. شكرا لكم على المتابعة، وكلمة السر طبعا اليوم ميسي الحارس الخارق. شكرا لكم ودمتم بألف خير.